الطلاق والخلع، الفرق ما بينهم، وايه هي الحقوق اللي المفروض بتبقى لينا وعلينا سواء كنت لا قدر الله هتطلق ولا مخلوع ولا هتبقى ظروفك ايه. معانا المستشار احمد فوزي حجازي اللي هيكلمنا عن كل حاجه بالتفصيل في موضوع سواء الطلاق او الخلع. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم. ازيك يا استاذه؟ الحمد لله. خضني خطيب اول ما الطلاق ولا الخلع حاجه من الاثنين. طيب استاذ احمد، في البدايه كده ايه الفرق ما بين الطلاق والخلع؟ تمام. الطلاق هو طلاق يقع من الزوج، من الرجل بإرادته المنفردة. يعني الراجل هو اللي بيطلق. احنا عندنا ثلاث حاجات، طلاق وعندنا تطليق وعندنا خلع. تطليق ده الزوجة بترفع قضية بيه صح؟ ده التطليق يصدر من المحكمة. يعني ده بدون إرادة يعني بدون إرادة الطرفين. ما هو ما بين الطلاق والخلع التطليق. باختصار يعني دي فلسفتي انا الشخصيه، يعني ان الطلاق هو اراده الزوج المنفرده في حل عقد النكاح. اوكي. يعني التطليق. الخلع انا وجهه نظري الشخصيه، ولكن ده ليس هو الراي الشرعي او القانوني، هو اراده الزوجه المنفرده في التطليق، في الطلاق برضه. لان الخلع بالنسبه للزوجه اللي عايزه تخلع ما بدون اسباب. اوكي. بترفع قضيه، هي خلاص مش عايزه تكمل، بترفع القضيه، بتطلب التطليق خلعا، فهي هنا اراده الزوج الطلاق، اراده الزوجه الطلاق الخلع. اوكي. باختصار. والتطليق زي ما قلنا المحكمه اللي بتقوم به، والخلع برضو المحكمه اللي بتقوم به كتطليق، تطليقا خلعا. ان احنا عندنا تطليق مش بالخلع، ده تطليق لاسباب اخرى كتير. يعني. طب ايه يا استاذ احمد الـ 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 الحقوق اللي المفروض تبقى للزوجه في الخلع واللي على الزوج والعكس؟ طب شوف، عشان نبقى الدنيا واضحه، الزوج من حقه يطلق زي ما قلنا، ده الطلاق. طيب ما طلقش والست طلبت الخلع، يبقى الست في الخلع ايه اللي بيروح منها؟ ثلاث حاجات بس. عدتها ومتعتها ومؤخر. يعني العدة والمتعة والمؤخر. وترد المهر. اوكي. ايه هو المهر؟ تمام. المهر ده هو عبارة عن اجله وعاجله. يعني ايه اجله وعاجله؟ عشان اللي اتدفع في الاول برافو، وعاجله ده وعاجله اللي هو المؤخر. انا اللي بدفعه. يعني لا، هو مش هو ده الرد؟ ان انا ارده؟ شوفي، دائما ابدا احنا في مصر الزوج بيدفع مهر. تمام. المهر ده اللي هو المقدم اللي بنقول عليه. اوكي. بس ده ما بقاش حد بيدفعه. ليه؟ مين قال كده؟ مش عارفه، بحس كده يعني. لا 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 لا، هما بيكتبوا المؤخر وخلاص. المؤخر ده اللي المفروض الزوج يدفعه. عند اقرب الاجالين. تمام. هي الوفاة، الدخول والزواج. وعلى فكرة المؤخر ده شرعا دين على الزوج. يعني في أزواج، بس ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده. واحنا نقولها، يعني في أزواج بما يرضي الله أول ما بيتجوز ويدخل بزوجته بيديها مؤخرة. يعني انا كنت فاكر ان المؤخر ده هو بس فقط لما بيحصل حاله الطلاق، فهات المؤخر ده يعني عادي جدا. هتلاقي اسر كتير يعني فاهمه او عارفه وعارفه الشرع، في ناس مش عارفه على فكره. احنا بنقول لا، انت ممكن الزوج تيجي تلاقي الزوج بيدي زوجته من بعد الدخول المهر المؤخر بتاعها، لا انا اديتك مؤخرك. طب في الخلع بقى، الست بقى بتتنازل عن المؤخر ده وترجع المهر المقدم. احنا اتفقنا المهر ده اجله وعاجله. اجله اللي هو المهر اللي الجنيه اللي بيدفع، اللي عشان انت كده بتقولي ايه ما بحسهاش، عشان هي جنيه يقول لك اديتها جنيه، يرجع الجنيه ده او الرقم اللي كاتبه. في ناس اسر بتكتب تكتب دفعنا مهر 100,000 240 وبعض المأذين يقول لك ايه، ما الناس ما بترضاش تدفع عشان اصل الشريحه بتعلى. يعني إيه الكلام ده؟ مش 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 قانوني 100%. مش عايزين ايه نقول حاجه تضايق حد. فالما زي ما اتفقنا بيترد، والست بتنزل عن المؤخر ما بتاخدهوش، وبتتنازل عن المتعه متعتها وعدتها. اوكي.
طيب استاذ احمد، هل بيجوز في حاله الخلع انه الست تطلب قائمه المنقولات بتاعتها اللي هي بتبقى مكتوبه دي ولا لا؟ طيب شوفي، قائمه المنقولات الزوجيه بعيده كل البعد عن موضوع الخلع. السؤال ده على فكره بيتردد كتير وناس كتير فاهمه غلط. يعني الست تقدر تطلب قائمه المنقولات الزوجيه ولو هي نايمه جنب جوزها في السرير. يعني الزواج قائم والعشره موجوده وقاعدين مع بعض، تقدر تطلب بقائمه المنقولات الزوجيه بتاعتها. ليه؟ لان قائمه المنقولات الزوجيه دي ملك الزوجه، مال هي دي يا استاذ احمد اللي هي القايمه. القايمه القايمه يا فندم، تقدر الزوجه تطلبها في اي مرحله. ده زيها زي المهر يعني، برضه بيبقى دين كده على الزوج. المؤخر لو هنعتبره دين، هو فعلا هو مش دين، هو مال سلم للزوج على سبيل الامانه ومحتفظ بيه. تمام؟ واسمه عقد من عقود الامانه الخمسه عاريه الاستعمال. احنا عندنا اي عقد من عقود عندنا عشان تبقى في جريمه خيانه امانه اللي هي بتاعت قائمه المنقولات الزوجيه دي، لازم تكون بصدد عقد من عقود الامانه الخمسه. طب قائمه المنقولات دي اسمها عقد ايه؟ بنقول عقد عاريه الاستعمال. ليه بنقول عليه كده؟ برضه عشان الناس تبقى فاهمه، لان سلم الي المنقولات على سبيل استخدامها. يعني لو وجدت ان انا بستخدم المنقولات دي مش غلط، مش عيب، ده هو سلم الي هذا المنقول على اساس ان انا هستخدمه. بس استخدمه وارجعه بحالته. طب سؤال في النقطة دي يا أستاذ أحمد، في أزواج كتير بيتجوزوا مثلا بعفش وهو ده اللي بيبقى مكتوب في القايمة، وبعد شوية وقت بيجددوا بيغيروا، بيتكسر فبيجيبوا غيره، وبعد كده ممكن يحصل لا قدر الله حالة طلاق، بتبقى مواصفات الحاجات اللي مكتوبة مختلفة عن اللي موجود، هل هنا بترد قيمة العفش ده ولا بيحصل إيه؟ تمام، شوفي حضرتك، القايمة دي أصلها لذيذة شوية، لذيذة ومؤثرة في كل البيوت المصرية، ويعني من خلال البرنامج أنا بنصح أي حد يكتب قايمة ونبطل بقى كلمة أصلي. عاداتنا وأسرتنا ما بتكتبش واللي اشترى البنت، لا، إن في ولاد النهاردة بعض وليس الكل طبعًا ما بيحترموش الحياة الزوجية. فالقايمة بتقرص شوية، يعني خلينا واضحين. يعني القايمة بتقرص على الموضوع ده شوية. فالزوج النهاردة بدله عفش زي ما حضرتك بتقولي، هو القاضي ملوش غير القايمة اللي جات له، هتسلمها لي زي ما هي أو هتديني فلوس. ولذا احنا لما بنيجي نكتب القايمة نعمل ايه في الآخر؟ بقيمة معينة؟ لا، نعمل حاجتين، مواصفات. نوصف كل بند، يعني كل بند، يعني مش نقول مثلا ست معالق، في ناس بتكتب كده يا خبر 12 معلقه او معرفش، براحته هو يكتب اللي عايزه، انا ده ما فيش مشكله في كده. ولكن اجي اقول غرفه نوم مكونه من مكونه من 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 بخشب نوعه كذا بكذا، واكتب سعرها. لكن ما اجيش اكتب غرفه نوم بس، لا، يعني احنا بنقول الشكل النموذجي ولو كتبت غرفه نوم بس وسكت هتبوظ القايمه؟ لا، مش هتبوظ. بس انت لازم تقابلها بمبلغ عشان في حاله الرد بالظبط يبقى 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 المبلغ ده موجود. فعشان كده بنقول اني لما تيجي تكتب المواصفات القايمه اكتب السعر ووصف عشان ما يحصلش مشكله. والذهب الدهب بقى ما تحطليش سعر، بالميزان. وزن ليه؟ ما شاء الله، ايه انا وانت. ليه القاضي لو جه في بعض الخضاء بيقول له ما انا معيش الدهب، انت شاري الدهب ده ايام ما انت بتجوز ب 5000 جنيه مثلا، دلوقتي عامل بعد 15 سنه عامل 50000، فانا احطه جرامات عشان ترضيني نفس الجرامات. يا قيمتها اوكي، وقتها بقى وقت الرد. فيعني ده موضوع مربك قوي يا استاذ احمد، يعني موضوع ده رعب. طلاق يا ابني ده؟ لا لا، ده جواز، هو المفروض ده كده احنا لسه كده داخلين يعني بنية سليم. ايوه يعني، بس خليني اقول لك، ما يعني ما انت برضو في الظروف دي والمجتمع برضو الناس ما بتعرفش تقاليد بعض، القايمه دي بتبقى برضو شويه محجمه الراجل انه يتصرف تصرفات رزله. وفي واحد تاني بيسمعنا يقول لك طب ما في ستات كده، ده حقيقي. يعني في ناس كويسين سيدات وفي ناس كويسين رجاله، ولكن عليك انك تحسن الاختيار وتمشي صح.
طيب فالقايمه يعني اخيرا ملهاش علاقه خالص بالخلع. اوكي. تتطلق، تتخلع، تعمل اللي هي عايزاه، قايمتها لا تمس. تمام. طيب استاذ احمد، بس عشان الدراما واخده معانا حقها في مواضيع كتير، ساعات بنشوف الافلام مثلا، لا ده انا هطلبك في بيت الطاعه. وبيت الطاعه ده هيبقى فيه بقى اللي هو المفروض للقاضي بيقول عليه مثلا ان يكون فيه مثلا غرفه نوم او حاجه للمعيشه، فيبقى جايب لها حاجه يعني من اروع واوحش ما يكون، يعني يجيب اوحش اروع حاجه هو عايز يذلها او عايز يذكرها او. تمام. حكايه بيت الطاعه ده في الطلاق او في الجواز عموما بيجي ليه وايه سببه؟ حاضر. شوف، بيت الطاعه زي ما انت قلت هو واخد شكل الدراما اكتر منها الحقيقي. تماما. بيت الطاعه دي الزوجه اللي بتخرج من بيت زوجها، بتبقى خرجت، الراجل عايز يرجعها تاني للبيت فبيطلبها لبيت الطاعه. خرجت مثلا زعلانه، متخانقه، اي سبب، خربانه، اي سبب، خرجت وما رجعتش، قاعده عند والدتها، قاعده عند اختها، قاعده في اي حته، والراجل عايزها ترجع. طيب احنا النهارده عايزين نرجعها، مفيش حاجه يروح يشدها من ايدها، ده ممنوع، ما ينفعش يعني، خلاص الصوره دي مرفوضه مجتمعيا ومرفوضه قانونا كمان، فما قداموش غير انه يقول ايه، انا عايزك في بيت الطاعه. عليه بقى يوفر مسكن، بس مش بالصوره اللي حضرتك قلت، مسكن تتوافر فيه شروط المعيشه الصح اللي تتناسب مع حالتها وحياتها. ما تبقاش بنت عايشه على النيل في مكان راقي وانزل اجيب لها شقه تحت البدروم. ما هو هنا لازم يكون في مسكن متوفر سليم ومسكن مستقل، يعني ما تجيش برضو تسكنها مع والدتك. طبعا مع احترامي لكل الامهات، لكن هي من حقها برضه مسكن أحرق. مستقل ومسكن متوافر فيه كل، لان حتى المحكمه بتنزل خبير ممكن يعين هذا المسكن. تشوف المسكن ده صالح للحياه ولا مش صالح، ومسكن امينه تؤتمن عليها، يعني بين جيران صالحين. يعني مش انت تسيبها في حته ممكن لو انت خرجت من هنا هي يحصل لها مصيبه. فمش بالصوره اللي حضرتك واخدها خالص بيت الطاعه، بل على العكس بقى. انا مش عايز انصح اي زوج مراته تخرج ويرفع، ما ينفعش عليها انذار طاعه. انذار طاعه ده ليه مشاكل في حتت الازواج ما بيشوفوهاش، لان ممكن الزوجه هنا ترفع دعوى استحكام خلاف وتدخل في تطليق لنفسها وتاخد حقوقها وتدور على دماغه. ده ما عملتش خلع دي بقى. ما عملتش خلع. دي شاطره دي. دي ما عملتش خلع. دي بجد ما عملتش خلع. فيعني مش عايز ايه الرجاله تنساق ورا انذار الطاعه، لان هو في النهايه حتى لو الزوجه خدت نشوز. ايه النشوز؟ عارف حضرتك ايه هو النشوز؟ انا هعرفه من حد دلوقتي. نشز. السيده الناشز تسقط عنها النفقات، نفقتها الزوجيه فقط. يعني مش حاجات زي اللي برضو الدراما مصوراها. يعني الزوجة عندما تكون ناشز هتسقط عنها النفقة، يعني هي كده قاعدة ما بتدفعش، أو جوزها ما يدفع لهاش نفقة زوجية. ليه؟ لأن أي زوجة واجب على الزوج الإنفاق عليها، مش على أولاده، خد بالك. أنا ما بتكلمش على الأولاد خالص لغاية دلوقتي في أي حاجة من اللي اتكلمنا فيها. أم الأولاد دي بتبقى تحت بند إيه في نفقة الصغار؟ ده نفقة أولاده، دي غير يعني النفقة دي مش اللي هي المصروف اللي احنا عايزينه عشان ولادك. لا 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 لا، الزوجة ليها انك تديها فلوس في ايدها تصرف مصروف بالظبط، ده نفقتها. فهي لما تبقى ناشز ما تاخدش المصروف. اوكي. بس يعني مش هيحصل حاجة، ولا بعد لو اتطلقت منه مش هتتجوز يعني بعد كذا سنة، الكلام اللي بنسمعه اللي هو مش قانوني، ولكن الدراما مصوراه أو الحكاوي القديمة مصوراه. طيب أستاذ أحمد، هل يجوز لغير المسلمين إن هم يرفعوا دعوة خلع؟ تمام. شوفي، دعوة الخلع إحنا عارفين الأول إن الأخوة المسيحيين الطلاق عندهم صعب جدا. طيب ينفع يعملوا خلع؟ ينفع في حاله واحده، لو مختلف المله. لانهم هم لو متحد المله، الاثنين الزوج والزوجه متحد المله، يخضع لشرائعهم وملتهم، شرائع الكنيسه بالظبط بتاعتهم. طب في حاله اختلاف المله، الزوج مله مختلفه عن الزوجه،
ياخدوا علينا للشريعه الاسلاميه أوكي. اللي هو يستطيع ان الزوج يرفع خلع على زوجته المسيحيه. الزوجه اللي بترفع الزوجه ترفع خلع. فبين المسيحيين في حاله واحده بس اللي هو اختلاف المله. تمام. طيب دلوقتي يا استاذ احمد، حد رفع على حد خلع، يعني الست رفعت على الراجل خلع، هل من حقه ان هو يطعن في الـ في الـ في الـ في القضيه، ولا ده خلاص بيبقى قضيه ما فيهاش مثلا طعن، ما فيهاش ان انا اتكلم فيها، لا انت خلاص هتخلع؟ شوف، خليني اقول لك ايه، انا من نصايحي لو حد بيسالني بقى على المستوى الشخصي ويكلمني حتى في التليفون يقول لي انا رفعت عليا خلع، طبعا بنبارك له. مش هتدفع ويعني وكده، طبعا بعد الشر على الناس. بنصحه ما تروحش ولا تودي محامي ولا تصرف، لان كده كده هتاخد الخلع. حاله واحده بس اللي تروح، لو انت دافع مهر كبير والمهر ده مش مكتوب في القايمه، مش مكتوب في القسيمه، فلازم تطعم بسوريه هذا المهر. ليه؟ لان اغلب زي ما اتفقنا في اول البرنامج قلنا ايه، بيكتبوا جنيه، بيكتبوا جنيه عشان المأذون يقول لك عشان الرسوم، ومش الرسوم والكلام اللي انا يعني ما هي اصلا بتبقى نسبه بسيطه جدا جدا، يعني مش مبلغ زي ما هم بيصوروه، بس احنا مش عايزين ندخل في الحته دي. تمام. فيجي الناس ما يكتبش، بيكون دافع 100,000 جنيه مهر مثلا، ما يكتبوش. يجب على الزوجه من شروط دعوى الخلع ان ترد الزوجه المهر. طب وايه اللي يثبت هنا لو مش مكتوب؟ حاضر. لان الخلع زي ما كلنا عارفين، لما زوجه سيدنا ثابت راحت لسيدنا النبي وقالت له انا لا اعيب عليه خلقه ولا اخلاقه ولا دينه ولا ولا ولا، بس ابغض الحياه معاه. وكان ليها كذا روايه يعني او بكذا صيغه، ف لا ردي عليه حديقته، لان ده كان مهرها. فمن الشروط لازم ترد المهر. ده الشرط الاساسي، ترد المهر. فالنهارده المهر كان 100,000 جنيه، دافع هو مكتوب جنيه. اقول له في الحاله دي لو معاك شهود ادفع بسوريه هذا المهر الوارد في قسيمه الزواج، والمحكمه هتحلها للتحقيق وتسمع بقى الشهود. انتوا شفتوا بيدوها 100,000؟ عملتوا كده؟ ما كل طرف من الاطراف عليه ان يثبت ان هو صح، ان هو صح. والمحكمه بتحقق في الموضوع وتبحث فيه وتنظر، اذا وجدت ده صح يبقى ردي بقى ال 100,000 او الجنيه اللي انت رديتيه. فدي من الامور برضو المهمه جدا تتبص عليها. لكن لو انت كزوج مش ما عندكش الحته دي، لا تصرف ولا تجيب محامي ولا ما يعني سيبها هتطلق، هتاخد خلع، هتاخد خلع. اوكي. يعني امر يعني بس شويه وقت بقى، اجراءات هتعمل كذا 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 كذا، في النهايه بعد كام شهر هتلاقي نفسها واخده خلع. طيب كنت عايز اسال حضرتك دلوقتي سؤال ممكن يكون بعيد شويه عن احنا بنتكلم فيه. ايه الفرق ما بين ان انا اتجوز عند محامي وان انا اتجوز عند مأذون؟ مفيش حاجه اسمها اصلا تتجوز عند محامي. يعني مفيش موضوع ده مثلا، ده كلام خالي من الصحه. اوكي. ده اللي هو اتجوز عند محامي، ده الجواز العرفي. لكن الزواج الرسمي لازم يكون عند مأذون، لازم عند مأذون، لان الدوله قالت ان الموثق المأذون هو المنوط بتوثيق عقد الزواج للمصريين، واذا كان احد طرفي عقد الزواج اجنبي يبقى في وزاره العدل في مكتب اسمه مكتب زواج الاجانب. تروحوا في مكتب زواج الاجانب، هناك هذا المكتب في ناس قاعده بدورها توثيق عقود الزواج اذا كان احد طرفيها مش مصر. اوكي. المأذون، المحامي، والورق، كل ده اللي بيندرج تحت الزواج العرفي. وده ملوش اي حكم. وبعد يقول لك ايه ده، بس انا رحت عند محامي وختم لي على العقد. مفيش حاجه خالص يعني. يعني ولا هي زي بختم زي بختم، ولا ليه اي، هي ورقه عرفيه، زواج عرفي لا يرتب للزوجه اي حقوق. اوكي. خالص. هي اعتقد يعني انه لو الحق الوحيد اللي بحسن النيه شويه، لو
مش حاجه كده، انه في بعض السيدات اللي بيكونوا متجوزين قبل كده وعندهم اطفال فبيبقوا خايفين على حضانه الاطفال دول، فممكن في الجوازه الثانيه يقوموا متجوزين بعقد عندهم. شوف يا فندم، انا لم اتناول فكره مدى شرعيه هذا الزواج العرفي. لا مش بنتكلم على شرعيه. هو على فكره الزواج العرفي لو رحت عند اهل الدين في حالات يجوز، واحنا ما ننفعش نطلع نقول الجواز العرفي يعملوه طلبه في الجامعه، لكن واحده ست تمام زي ما حضرتك بتقولي المثال. في بعض الامثله اللي انا شخصيا برفضها، اللي هي بتاخد معاش من جوزها ومش عايزه ما اعرفش يتقطع عنها المعاش، انا بشوف انه ده برضو تحايل. لانه تحايل على الدوله وبالتالي تحايل، بس لكن الجواز سليم من ناحيه الشرعيه طالما في عرفي او لكن ما نجيش عشان ما نقدرش نقول الزواج العرفي كله غلط وكله سليم وكله سليم. اوكي طب احنا معانا تليفون، معانا استاذ مغربي. الو الو، مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء النور. اتفضل، اهلا بيكو. انا بس كان عندي استفسار لسياده المستشار، ممكن؟ اتفضل. هو دلوقتي بس احنا كنا بنتكلم عن الموضوع اللي هو بتاع الجواز العرفي، فهل الجواز العرفي ده من الناحيه الدينيه كدينيا، هل ده اولا هو رقم واحد هل هو حلال؟ وهل لو هو في حرمانيه، ليه في حرمانيه مع انه اللي هو ممكن يبقى اشهار، يعني ممكن يبقى هو جواز عرفي بس مش ما يعني مش بين الراجل ومراته، ممكن يبقى بين الاهل وبعضهم بس هو مش مشهر للناس كلها، فهل ده في حرمانيه ولا لا؟ ولو في حرمانيه ليه وهو اشهار اصلا؟ ما هو انا كده كده هشهره وسط الناس. هو خليني اقول لك بس حاجه، يعني اجراءكم على الفتوى اجراءكم على النار، وانا لست أهل فتوى، يعني أنا لست رجل من مشايخ الأزهر أو دار الإفتاء، وده شرف لي أكون منهم، ولكن أنا مش منهم مع الأسف، وما أقدرش أقول لك مدى حلالها وحرامها، ولكن أنا بقول لك القانونيات بتاعتها إيه. الزواج حضرتك ممكن تروح دار الإفتاء المصرية، هم يجاوبوا لك تمام، وحتى إذا كنت أنا أعرف المعلومة ما أقدرش أفتي بيها، صح، لأنها مش تخصصي ولست منوط بها، ولكن قانونا الزواج العرفي يا فندم لا يرتب للزوجة أي حقوق في حالة الزواج قانونا. يعني خلينا نبقى إيه، كل واحد في أهله حتته وتخصصه. بس حضرتك قلت ما عدا حق واحد. اي فندم، كنت بتقول انه ما بيديلهاش اي حقوق ما عدا في حاله واحده، او ما عدا حق واحد، حق اثبات النسب. النسب بالفراش اثبات، يعني يجوز تنسب، لكن لا ليها بقى. ده زمان على فكره، مش يعني القانون قبل ما يتعدل ما كانتش الست تعرف تتطلق، يعني ما كانتش تعرف تدفع دعوى تطليق من العرف الزوج. يعني ممكن تقعد طول حياتها على ذمته لو هو ما رماش اليمين. وده كان فيه خلاف في المشرع لما جه يبص الحته دي، يعني قال لك افتح لها باب انها تسمع دعوى التطليق او الخلع من الزواج العرفي. قال لك لا، ما احنا كده بنقنن الزواج العرفي. قال لك طب ما انت بدل ما تسيبها ترتكب معصيه لو هو اتجوزها وسابها ومش راضي يرمي عليها اليمين، فهي كده هتعمل ايه؟ ده ممكن ترتكب معصيه انها تتزوج، ما حدش فاهم الا اذا كانت واحده بقى بتتقي الله في نفسها. فاتفتح الباب ده مؤخرا انها تقدر تطلب دعوه تطليق او خلع وتثبت اثبات النسب من الفراش وحقوق الصغير كامله، لكن هي ملهاش اي حقوق غير خالص. استاذ احمد نورتنا جدا، الوقت عدى بسرعه، ان شاء الله نشوفك على خير الاسبوع الجاي. بشكرك إن شاء الله جدا. شكرا لك. شكرا يا خطيب. شكرا يا نونو، جميله. كده خلصت حلقتنا من ان بوكس، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.